شوف، ما اخبيش عليك ابراهيم، بغداد كانت عنده رغبه كبيره باش يشارك البارح، يعني ما اخبيش عليك، واللاعب كبغداد منجح مهم مهم جدا في التشكيله، ويقوم دور كبير في الهجوم، يضغط على المدافعين، يتعب المدافعين، يعطي حلول لاصحابه. والبارح كانت عنده رغبه كبيره باش يشارك، لكن طبيب الفريق ما حبش يغامر به، وهذا امر يعني امر صحي ونحترمه، امر يعني رغبه الطبيب باش ما يغامرش به، لانه صحه اللاعب سبق من كل شيء. صحيح، والمهم هو تأهل المنتخب الوطني الجزائري.